السلام عليكم مشاهدي قناة المغربية أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم، أرحب بكم في هذه التغطية الخاصة. تحية للشعب الجزائري الحر الأبي الذي أسمع صرخته للعالم بكل سلمية وتحضر ورقي. تحية للشعب الذي قال كلمته المدوية وركب الشارع. التغيير وحده الخيار، لن تتوقف المسيرات وستستمر حتى يحدث التغيير الحقيقي والجذري الذي خرج من أجله الشعب في 22 فبراير. وبين مرة أخرى هذا الشعب أنه لن يقبل بغير رحيل المنظومة كاملة ثم الدخول بالجزائر في مرحلة جديدة قوامها الحرية كاملة والسيادة للشعب. الشعب الجزائري أظهر مستوى عال من الوعي والوحدة والتحضر والسلمية. لن تكون نهاية حراكه إلا تحقيق مطالبه والخروج بالجزائر من نفق مظلم وضعتها فيه منظومة حاكمة فاسدة أهدرت مقدراتها وأخرت نهضتها. أمس مشاهدينا كانت الجمعة 15 من عمر الحراك الشعبي والسلمي والحضاري وآخر جمعة من رمضان 2019. بعد 4 أسابيع من الصمود حسم الحراك الشعبي معركة رمضان بانتصار كبير لإرادته الصلبة ومواقفه الثابتة ومبادئه الحضارية وشعوره بالمسؤولية. احتفظ الحراك بسلميته وحضاريته ووحدته وأسقط كل محاولات السلطة الاستفزازية لشق صفوفه واستدراجه للمواجهة. أسقط رهان السلطة القمعية على مشقة الصيام وحرارة الجو لإفشال المسيرات في شهر الرحمة. ألف تحية وتحية لأبناء الوطن الواحد. هادي من عند خوتنا من الغردايه ابي تسن كاع تصور كاع. كان هذا الفيديو مشاهدينا لصاحب الكلمه المشهوره ايقونه الحراك الشعبي الجزائري سفيان. تحية له لهذا الشعب ولهذا الشاب. مشاهدينا لتقييم الجمعة 15 معنا مجموعة من الضيوف أسعد باستضافتهم. بداية أرحب بضيفي الأستاذ الأخضر مقران الناشط السياسي طبيب الناشط السياسي معنا من الجزائر عبر خدمة سكايب. أرحب بك الأستاذ مقران الأخضر، تحية لك وللشعب الجزائري. أمس كانت الجمعة 15 من عمر الحرام، كانت آخر جمعة في رمضان، كيف تقيم هذه الجمعة أستاذ مقران الأخضر؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أسف لك. رمضان مبارك لكل الشعب الجزائري ولكم أنتم يعني موظفي و الله يبارك فيك مغاربية. 15 جمعة، نقدر نقول باللي بعد 15 جمعة من مسيرات ضخمة، يعني ناهيك عن المسيرات الكبيرة والرائعة للطلبة في يوم الثلاثاء، وكذلك المسيرات المعبرة لكل منتسبي يعني المهن المختلفة في اللي تقوم بها في العاصمة، وكذلك في أعظم يعني معظم ولايات الوطن، نظن حتى جالية مقيمة في الخارج راهي تبرهن كل أسبوع بفرض يعني منطقة التغيير على السلطة القائمة، وهذا مهما كانت المناورات والمحاولات اللي تقوم بها حتى تقلل من مفعول هذا الحراك أو تكسر يعني رموزه أو تكسر الحراك ككل. البارح كنا الجمعة 15 والجمعة 4 من شهر رمضان الكريم.
أين كانت يعني كان الحشد أقوى. أنا شاركت مع زملاء ومواطنين من العاصمة في مسيرة الأمس، وخلالها يعني كانت مسيرات تؤكد على المطالب الأساسية الأولية منذ بداية الحراك، وهو أولا رفض الشعب الجزائري أو أغلبية الشعب الجزائري للنظام السياسي الحالي والمنظومة التي يقوم على يعني عليها، وثانيا تصميم هذا الشعب، تصميم الشعب على إقامة دولة الحق والقانون وإقامة الديمقراطية برحيل كل هذا النظام. البارح ثاني كان فيه خصوصيات في الشعارات، ما دام كان يعني الشعب الجزائري يترحم على تعقيد أو الشهيد دكتور فخار كمال الديني، كنت يعني كان ناظرت معاه كطبيب وك يعني مناضل لحقوق الانسان، وكذلك كان مناضل في الاساسات، اليوم نترحموا عليه ربي يرحمه ان شاء الله مثواه الجنه، امين ان شاء الله يعني امور هذه ما تزيدش طرا في بلادنا، وهذا العراق يؤكد انه يدعم كل من يعني يعمل من اجل التغيير السلبي في البلاد. وكذلك كان فيه رساله اخرى، هو يعني اغلب الشعارات انها يعني ترفض ان يعني ورقه طريق زايد صالح، وخاصه بمحورها اللي يخص بالحوار، ما دام كل يعني رموز الفساد، كل رموز النظام البوتليقي والنظام ككل ما زالها موقعه وما زالها في يدها زمام الامور. اذا اكد الشعب الجزائري الامس انه يرفض جمله وتفصيلا كل حوار يقدر يعني يقوم بوجود الباءات او بوجود هذا الرموز من بن صلاح الى بدوي الى كل رموز النظام. اذا خلاصه القول انه الجميع برهن مره اخرى انه الشعب الجزائري في مستوى الحدث، وهو يبرهن العالم باجمع انه ما زال متمسك بمطالبه الشرعيه والمشروعه. أستاذ مقران الأخضر، إذا حاولنا فهم ما يحدث الآن في الساحة السياسية الجزائرية، مناورات أو يعني استفزازات إن صح التعبير من السلطة الفعلية في البلاد، مبادرات في الخط تأتي، كانت مبادرة جامعية العلماء المسلمين آخر مبادرة، كيف ترى هذا المشهد في ظل كل هذه المناورات و مبادرات من قبل أبناء الوطن؟ أظن باللي الكل متيقن أنه حان الوقت أنه نذهب إلى مرحلة انتقالية تقود البلاد نحو إصلاحات عميقة، يعني نحو تغيير جذري وشامل. أظن باللي كل الاقتراحات المبادرات اللي تجي من يعني مبادرة يعني العلماء الجزائريين اللي نتمنوها واللي يعني نشيدوا ب يعني هذه المبادرة واللي أهميتها على الساحة السياسية، كمبادرات أخرى اللي تجي من أطراف أخرى من أحزاب أو شخصيات في هذا الوقت بالذات، لأنه يعني من خلال الممارسات البوليسية والممارسات القمعية وحتى المناورات الإعلامية، لما تشوفوا باللي الإعلام بصفته يعني الإعلام العام وما يقال الخاص كأنه تلقى أوامر أو يعني فيها عليه ضغوطات حتى يغلق كل أبواب أمام يعني الحراك، يعني يحاولوا كيف يهمشوا حتى يناروا ويشبهوا، يحاولوا كيف يشبهوا صورة الحراك باش يقلوا من يعني القوة تاعو، لكن هذا الأمر ما زاد إلا يعني قوة لهذا الحراك وعزيمة من أجل يعني الخروج يعني في أقرب وقت إلى حل يرضي الشعب الجزائري. لكن حقيقة لما نشوفوا يعني إلى
رجعنا الى خطابات يعني الرجل القوي الحالي للنظام وهو يعني قائد الاركان وهو اللي راه يتكلم باسم السلطه باسم السلطه نعم. يعني السلطه والسلطه القائمه والسلطه الفعليه يعني اللي غطى كل المؤسسات اللي يتباهوا بها كمؤسسه رئاسه الدوله او الحكومه او غير ذلك يعني والممارسات اللي يشاهدها الشعب الجزائري كل جمعه وكانه هذه السلطه خائفه من مرحلة انتقالية حتى ولو دخلنا فيها رسميا ما دام الشعب الجزائري سقط مشروع الانتخابات اللي كانت مبرمجة ليوم الرابع هذا يدخلنا يعني بصفة رسمية في مرحلة انتقالية مضمونها الشعب الجزائري هو اللي راه يقول كل شيء وهو اللي راه يخطط له في كل يوم حتى السلطة خائفة من هذا يعني من هذه الحالة لأنها ما هيش من متعودة أنه تتقبل بالشرعية الشعبية أو تتنازل أو تتنازل عن سلطتها هي حتى بس ما يعني كيف يقولوا بالعربي يعني ما وجه تاع يعني باش ما توليش الله يعني ما تقدرش تبين باللي الشعب الجزائري باللي ولات لله فيما يخص يعني اقتراحاتها نظن باللي رانا فعليا رانا في مرحله انتقاليه واضح على السلطه القائمه ان تفهم يعني هذا الحاله وان تاخذ المسؤوليه تاعها باش نخرجوا بلادنا الى دار الامان. نعم تفضل بالبقاء معنا أستاذ مقران الأخضر. انضمت إلينا الآن الدكتورة حكيمة صبيحي الأستاذة الجامعية معنا من بجاية. قبل بداية الحديث مع الدكتورة حكيمة صبيحي أدعوكم مشاهدينا إلى متابعة هذه الكلمات من قبل المواطنات الجزائريات ثم نعود. مادام مازالهم هنا ما نحبسوش اليوم غدوه تو لي جور maintenant on sort les vendredis les étudiants sortent les mardis on sortira s'il faut tous les jours tous les jours tous les jours jusqu'à ce que ce système dégage الجمعه الاخرى تاع رمضان وانا راني هنا من 22 فيفري وانا راني هنا ما رمضان ما عنده ما يدير لنا رمضان حنا جينا على جال البلاد. إذا كانت هذه بعض آراء المواطنات ونساء الجزائر. أجدد الترحيب بالأستاذة حكيمة صبيحي معنا من بجاية الأستاذة الجامعية. أهلا بك أستاذة حكيمة. الإصرار واضح في كلمات المواطنات الجزائرية والمواطنين. جمعة أمس كانت فعلا واضحة وكانت فعلا تعبر عن إصرار ما بعده إصرار. أستاذة حكيمة كيف تصفين هذه الجمعة آخر جمعة في رمضان وخامس عشر جمعة من بداية الحراك؟ إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. شكرا مجددا. أهنئ الشعب الجزائري لأنه انتصر مجددا في الاختبار. كثيرا ما تطرح علي بعض الأسئلة فأؤدي الإجابة عنها إلى بعد الأحداث. لا أقدم تكهنات لكن بمعنى أن ما يحدث في الجزائر هارب من كل التوقعات والتنبؤات يعني لا أحد كان ينتظره والشعب الآن يصنع المعجزات يوميا وفي كل مسيرة وأسبوعيا لا أحد كان يتوقع أن الشعب سيخرج بقوة في شهر رمضان المبارك بل النظام رهن على أن الشعب سيتخلى عن المسيرات وسيتخلى عن مطالبه لكن مبارك هذا الشعب الجميل الذي جعلنا على الأقل أنا شخصيا جعلني أشعر بالسعادة أن أمس الجمعة الرابعة في هذا الشهر الفضيل والشعب الجزائري كما تبعتم رغم كل المضايقات رغم الإشاعات رغم التهديدات الاعتقالات قطع المدن الطرقات كل المحاولات أفشلها الشعب الجزائري الثائر والمصر كما قلت جمعة الإصرار المصر دائما على مطالبه إلى أن تتحقق. نعم أستاذة حكيمة كيف كانت الشعارات في جمعة أمس يعني ما هي أبرز الشعارات التي كانت حاضرة في هذه الجمعة؟ الشعارات منذ توقف تقريبا الذي يتحدث الآن باسم النظام أعتبره المتحدث باسم النظام الآن القائد صالح قائد الأركان منذ توقف عن تقديم شيء جديد كمقترحات يعني الآن هو
كأنه وضع سدا بين المسيرات الشعبية، لا يريد أن يرى المطالب، لا يريد. إذا توقف كل الخطابات الأخيرة، لا تقدم أي شيء جديد، مصر على حوار. الحوار لا توجد له ظروف في الواقع، ما لا توجد، لا تتوفر ظروف المناسبة لإنجاز هذا الحوار. نتحاور مع من يحاور من يمثل من، أشياء كثيرة لم يتم تحديدها بعد. إذا كما سبق وسمعت قبل قليل المتدخل، متدخلك المحترم، قال المرحلة الانتقالية هي فعل واقع، وهم يرفضون افتراضيا أو نظريا أو فلسفة الفراغ، فراغ سياسي. يعيشون مرحلة فراغ سياسي هم في رؤوسهم. نعم. الشارع الجزائري، الشعب الجزائري يعيش الفترة الانتقالية، وهي تحتاج إلى هذا الوقت الذي يمارس هذا الشعب. ولعلكم تعرفون في كل المدن الجزائرية الآن الناس يجتمعون، الأساتذة يخرجون إلى الشارع يتحدثون مع الشعب. هناك محاولة هيكلة الشعب، هناك محاولة إذا شئت تنظيم. هذا الأمر لا يتم بكبسة زر، لا يتم بقرار سياسي، يتم في الواقع. إذن هذه الفترة الانتقالية هي بصدد رهيف الواقع، إنها بصدد التكون والتبلور والتشكل وفقط. الحقيقة الخطابات السياسية جوفة، لا معنى لها في الواقع، وسيكذبها، سيؤكد تكذيبها الوقت المقبل بإذن الله. نعم، ابقي معنا إذا سمحتي الأستاذ حكيمة صباحي. يعود إلى ضيفي الأستاذ أمقران الأخضر. أستاذ أمقران الأخضر، إذا تحدثنا عن المرحلة الانتقالية المرفوضة يعني فعليا من قبل السلطة الفعلية وعلى رأسها القايد صالح، يعني يرفضها جملة وتفصيلا قطعيا، لا تكون هناك مرحلة انتقالية، خوفه من هذه المرحلة يعني فعلا يسبب له الإزعاج الحديث عن هذه المرحلة. هل الوقت الذي يعني الراهن نسميه نحن ربحا للوقت من قبل هذه السلطة، هل هو تعنت، هل هو إصرار من قبل هذه السلطة على بقائها في الساحة أو في الدولة الجزائرية؟ كيف تفسر ذلك أستاذ أمقران؟ يعني نقدر نقول بكلمة مختصرة أنهم في ورطة، يعني راهم أمام الحائط. مدام كل يعني المحاولات او المبادرات اللي اقترحوها هي مرفوضه من راس الشعب الجزائري، نحب نقول برك باللي لازم يفهموا اصحاب القرار ان الشعب الجزائري لما يعني يدعو الى فتره انتقاليه، يعني هي لازم يفهمها باللي هي فتره وسيطه للمرور الى نظام سياسي جديد. نعم. يعني الفكره الاساسيه من يعني المرحله الانتقاليه تتمحور وفق هدفين اساسيين. يعني الهدف الاول هو تفكيك النظام الحالي، والهدف الثاني هو العوده الى انتخابات ديمقراطيه تحترم فيها خيارات الشعب السيد. اليوم ظهر للعيان يعني للشعب الجزائري انه تطبيق يعني التطبيق الحرفي للماده 102 من الدستور كان نظن باللي بمثابه محاوله الحفاظ على النظام السابق، يعني وهذا ما خلى الشعب الجزائري يتقبلها بكل قوه وبكل وسائل بفضل هذه التعبئه الشعبيه ويعني الاستثنائيه للحراك الشعبي. نظن باللي هذا الهدف الشعب الجزائري حقه، يعني الهدف الاستراتيجي بالضغط على القوي على هذا النظام الحق عليه ما دام سقط هذا المادة. واليوم بمناورات أخرى أصحاب القرار يحاولون كيف يخرجوا من المأزق اللي دونا إليه هم، لأنه هم اللي رفضوا الحل السياسي منذ الأول وتشدوا بالحل الدستوري اللي كان غير معقول وغير ظرفي وغير يعني متقبل من طرف أغلبية الساحقة للشعب الجزائري. إذا نظن باللي هذا نقول يعني المناورات كما يعني يقاموا بها في الاسابيع القادمه اللي فاتت كفتح العديد من ملفات الفساد. سنعود لهذه الملفات وفتحها ومحاوله امتصاص غضب الشارع ان صح التعبير. نعم،
سأعود إليك الأستاذ مقران الأخضر، تفضل بالبقاء معنا. أعود إلى ضيفتي الأستاذة حكيمة. أستاذة حكيمة، الجمعة تضاف إلى الثلاثاء، كل يوم ثلاثاء يخرج الطلبة ويعبرون عن رفضهم المطلق لبقاء وجوه هذا النظام. أنت محتكة أيضا بالطلبة، وعن قريب يعني ستكون الامتحانات. فرض الواقع علي هذا الطالب بأن تكون هناك امتحانات. كيف تقرأين الآن الوضع الجامعي الذي يعيش فيه الطالب أستاذة حكيمة؟ إذن هناك محاولة لأن الطلبة مهما كانت يمثلون قوة كبيرة في الشارع، العدد تاعهم والوعي تاعهم يمثلون قوة. حاولوا في الأسابيع الماضية تقديم تاريخ الامتحان، لكن حركة الطلبة والأساتذة جعلوا إذا أخروا التواريخ. بل الجامعات يختلف الوضع، مثلا في بجاية لم ننقطع عن الدراسة، كنا نتحرك، كنا نخرج للشارع، وكنا إذا لا يوجد مشكلة. الامتحانات برمجت يوم 16 جوان، ولا تؤثر لأن يوم الثلاثاء ترك حرا للمسيرات، إذا برمجت في الأيام الأخرى. لكن هناك جامعات ليس لديها، مثلا جامعة الجنوب أنهت الامتحانات، لا توجد مشكلة هناك. الآن الضغط موجود على جامعة الجزائر، على الطلبة في جامعة الجزائر، هناك ضغط كبير هناك. الأمر سيحسمه الطلبة والأساتذة فيما بينهم، لا أستطيع أن أحدد، لكن لست أدري. من ربما تؤجل في بعض الجامعات تؤجل الامتحانات لأنها لم تجرى لا المحاضرات ولا الدروس إلى سبتمبر بإذن الله، لكن لن تكون هناك عام أبيض لأن الثلاثي الأول أجري. هناك نصف البرنامج الأجري في كل الجامعات. نعم. والله أعلم كيف سيكون الوضع، لا أحد يستطيع أن أعتقد أن لماذا أقول لك الله أعلم، لأن الثورة الجزائرية الراهنة التي نعيشها الآن هي ثورة الشعب. حتى وإن كان الطلبة فيها يزيدون بقوة، إلا أن الشارع هو مركز القوة فعلا. الشارع الجزائري يعني مهما كانت محاولات تشتيت الطلبة أو خنق حراكهم، إلا أن الحراك الحقيقي والأقوى هو في الشارع، ولن يتأخر أحد. أي فئة لن تتأخر عن هذه الثورة. أكيد. شكرا جزيلا لك أستاذة الدكتورة حكيمة صبيحي، أشكرك جزيل الشكر على بقائك، على حضورك معنا في هذه الفقرة من التغطية. كنت معنا من بجاية. أعود إلى ضيفي الأستاذ مقران الأخضر. أستاذ مقران الأخضر، إذا تحدثنا عن الفساد وفتح ملفات الفساد في هذا الظرف بالذات، كل أسبوع نسمع يعني فتح ملفات وسد وضع بعض الأسماء البارزة في الساحة السياسية في السجون، هل هذا محاولة لامتصاص غضب الشارع؟ هل هذا فعلا واقع نعيشه ويجب أن يحاسب هؤلاء؟ يعني من يحاسب من؟ هناك من يقول أن من يحاسب الآن هو رأس الفساد، أليس كذلك؟ حقيقة يعني هذا يعني فتح الملفات العديدة يعني للفساد لعديد من كبار المسؤولين السابقين والحاليين كمنتدى يعني رجال أعمال والمرتبطين أساسا بالنظام السابق، يعني يطرح تساؤلات كبيرة، لأنه أنظن باللي الشعب الجزائري حتى ولو يقدر يتمنى أنه يتمنى أنه يكون فيه محاسبة لكل الفاسدين من النظام يعني النظام القائم، إلا أنه من حقه أنه يتساءل كيف أنه يمكن يكون فيه محاسبة حقيقية وعادلة في ظل منظومة فاسدة وفي ظل عدم وجود يعني حرية، أو حتى الفاسدين ما زال الفاسدين على رأس يعني الدولة الجزائرية. إذا أنظر باللي هذا المحاسبة أو العدالة الانتقائية والانتقامية اللي راهي يعني
اكثر منها موجوده اعلاميا، لكن حقيقيا وكانه فيه مناوره. نظن باللي الشعب الجزائري تفطن لهذه المساله ويطالب انه هذا الفساد او يعني هذا المحاسبات اذا كنت نسميها نقدر نسميها بهذا الاسم تكون بعد ما يعني نبني الدوله الجزائريه الجديده او الحكم الراشد الجديد او الجمهوريه الثانيه اللي تقدر من خلال يعني عداله عادله وعداله حقيقيه وعداله يعني حره نقدروا نفتحوا هذه الملفات وما يلزمش تكون ك يعني مناورات كما صارت معها في وقت يعني لافير خليفه يعني اللي نظن باللي اللي خلطوا فيها هما يعني كما يقولوا الحيتان الصغار والحيتان الكبار. ما نظنش باللي مادام كانوا عندهم علاقه مع النظام القائم. اذا نظن اليوم ما يلزمش يعني يغيرونا من الموضوع الاساسي والشعب الجزائري ويقول هذه كل جمعة أنه الموضوع الأساسي أو يعني المطلب الجوهري للحراك الشعبي للثورة الانقسامة هو رحيل هذا النظام بكل رموزه. إذا أنظر المنطقة يقول أنه لازم السماع لهذا يعني هذا الطلب قبل ما نشرعه في أمور أخرى. نعم، ابقى معنا إذا سمحت أستاذ أمقران الأخضر. أدعوك وأدعو المشاهدين الكرام إلى متابعة هذه الكلمات ثم نعود ونواصل النقاش. نقول نعم للحوار، ولكن الحوار مع الناس اللي عندهم مصداقية، الناس اللي مثل الشعب، الناس اللي مقبولين من الشعب. الثقة بين الشعب وهذه الحكومة إنكزيستون، دونك أون بو با ما نقدروش، سي امبوسيبل. لي ريفونديكاسيون باينين من الجمعة الأولى حتى لهذه الجمعة. إذا مشاهدينا كانت هذه بعض آراء الشارع. مشاهدينا نتابع كلمات أخرى بعد قليل. تكون نية صادقة، كي تكون نية صادقة، كي تجيبي لي واحد مختص في الاقتصاد، واحد مختص في الطب، واحد مختص في الفلاحة، واحد مختص شكون؟ وعلاش نقولوا لا لا؟ حنا حبينا نخربوا البلاد، ما حبيناش نخربوا البلاد. حنا كاين الناس نظاف من 62 هما يكافحوا على استقلالية القضاء، على الصحافة، على لي دروا دولون، هذوك هما اللي. إذا مشاهدينا كانت هذه بعض آراء الشارع الجزائري يوم أمس. ما زالت باقية معنا الدكتورة حكيمة صبيحي، الإخوة التقنيين يقولون انها تريد ان تضيف كلمه اخرى. تفضلي، مرحبا بك مجددا دكتوره حكيمه. شكرا جزيلا. اردت ان اقول ربما تفيد كلمتي هذه. اهلا اهلا. شكرا جزيلا. ان الاهم الذي حدث في الجزائر بعد 22 فبراير هو تغيير حقيقي في الوعي. يجب على رموز النظام أن يفهموا أن الشعب الجزائري لم يعد قاصر، ويجب أن يتوقفوا في المعاملة معه كالأطفال. يعني الطفل عندما يريد أن يشتري لعبة بسهولة يمكن أن نمسيه تلك اللعبة بشيء آخر مختلف. عندما قرر الشعب الخروج انتهى الخوف. ما دام تحققت هذه الخطوة فالبقية عليهم أن يحسنوا قراءة الواقع لكي نتجنب الإطالة في الوقت، لأن التغيير مسألة حسمها الشعب وهي حاصلة في الواقع نعيشها يوميا. فإذا أردت أن أقول لا خوف على الثورة الجزائرية السلمية الشعبية الجميلة، وأنتم تلاحظون من خلال كل الذين تستضيفونهم وكل الذين تستمعون إليهم في الخطوط المفتوحة في الشارع من كل الجزائر، جنوب شرق شمال وسط، كل الجزائر مستوى الوعي الذي يتحدثون فيه في المسائل الوطنية. على فكرة المستوى الوطني ولا الفهم السياسي للقضايا لا يتعلق بالمستوى العلمي، لا علاقة له بهذا. وشكرا جزيلا. أشكرك جزيل الشكر أستاذة دكتورة حكيمة صباحي، شكرا جزيلا لك على هذه الكلمة وعلى المداخلة الأستاذة الجامعية. كنت معنا من بجاية. أرحب بضيفي الأستاذ عبد العزيز غازي، عبد القادر غازي عفوا، الناشط الحقوقي معنا من بشار. أهلا بك أستاذ عبد القادر غازي، تحية لأهلنا ببشار. كيف كانت مسيرة يوم الجمعة أمس؟ كيف تقيم الجمعات الماضية وخاصة شهر رمضان والحر الذي عاشه الجزائريون في هذا الشهر؟
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. وإلى طاقم المغاربية شكرا على الدعوة. الله يبارك فيك. في الحقيقة الحراك هو خلق حراك طاهر غير مدنس، لأنه أصله يعبر عن الحرية والكرامة للشعب الجزائري، وهذا نتيجة منظومة الفساد، منظومة العصابات. الحراك الحمد لله مستمر، الشعب الجزائري اليوم الحمد لله فطن، الشباب متحلي يعني بالوعي وبالنضج، وهو يطمح لبناء دولة القانون ودولة المؤسسات. بالرغم احنا ما كناش في الحراك اول جمعة نتاع 22 فبراير، ما انتظروش من النظام يقدم لنا الورود ولا غادي يفسح المجال ولا غادي يدير شيء يعني لينادي به الحراك. لابد هناك رد فعل. وفي الحقيقة كاين اهتزازات في عدة ولايات، وهناك يعني محاولات لتشتيت وحدة الحراك، لكن أنا في الحقيقة أذكر نفسي وأذكر إخواني أنني قلت في عدة مرات بأن سلميتنا هي سلاحنا ووحدتنا هي قوتنا. أكيد أكيد. على الحراك أن يواصل نفس النهج السلمي الحضاري من أجل بناء الجزائر العصرية، الجزائر القوية اللي في الحقيقة احنا مطمئنين عليها، لأن عندنا شباب الحمد لله اليوم واعي. الوعي يعني ارتفع إلى درجة عالية لدى الشعب الجزائري، لا في الداخل ولا في الخارج. أستاذ عبد القادر غازي، أنت من أبرز الناشطين في بشار، عانيت ما عانيت منه من صحيا وجسديا أيضا، يعني كيف أنت الآن وكيف هو الحراك في بشار أستاذ عبد القادر؟ والله أختي الحبيبة، احنا الحقيقة كاين إخوة ناضلنا وجاهدنا وضحينا قبل 22 فبراير، وكنا نقوم بالمسيرات، وكنا نطالب بالمطالب الاجتماعية، وكنا نحاول ننشر الوعي لدى المواطنين بأن يجب محاربة الفساد والمفسدين. وفي الحقيقة كنا في السنوات الماضية قلة قليلة، إلا أننا نفرح اليوم ونسعد اليوم بأننا نرى ساحة البريد المركزي في العاصمة التي كنا نلتقي مع إخوان وأخوات، يعني التاريخ لا ينكر. والحمد لله الرسالة وصلت، هذه ننهديها لأخي الأستاذ عبد الله بن نعوم المسجون المريض المظلوم الذي نطالب بإطلاق سراحه، وبكافة الناشطين الحقوقيين، مختاري كذلك من غليزان، فك وأسر إطلاق السجناء السياسيين لأنهم سجناء الرأي. يعني الجزائر لازم الشعب، إذا كان سمحي لي الأخت سمية، اليوم الواقع يثبت بأن كل المؤسسات انهارت، لا رئاسة ولا مجلس دستوري ولا برلمان ولا حكومة ولا وزراء ولا كل شيء مرفوض. باقي جوج مؤسسات، هي مؤسسة الشعب والثورة السلمية أو الحراك الشعبي السلمي الحضاري، ومؤسسة الجيش الوطني الشعبي. الجيش الوطني الشعبي منذ الاستقلال هو يصنع في الرؤساء، والتاريخ يثبت بأن كل هذه الرؤساء فشلوا في بناء الدولة الجزائرية التي هي في بيان أول نوفمبر 1954. نعم. ما رأيك أستاذ عبد القادر غازي في تصريحات القايد صالح الأخيرة التي تدعو للحوار؟ ما رأيك في تصريحاته، وما رأيك في المبادرة التي قامت بها جمعية العلماء المسلمين بأن بتفعيل المادة 7 و8 والذهاب إلى مرحلة انتقالية؟
والله الأخت سمية وإخواني الجزائريين والجزائريات، احنا في الحقيقة عندنا أزمة نتاع الدستور. يعني في 62 دار 63 دار الدستور في مقهى في العاصمة، ولا عاود وقع انقلاب في 65 بقينا بلا دستور، يعني تتسير الجزائر بمجلس الثورة إلى سنة 1976 لاندار أول دستور. ثم جاء سنة 1988 يعني بعد أحداث 5 أكتوبر، لأن في الحقيقة نترحم على كل الجزائريين والجزائريات الأحرار منذ سنة 1830، لأننا لازلنا نواصل معركة الحرية والكرامة. الدستور يعني 82 أخترق، الدستور 1996 اللي حدد العهد بعهدتين فقط أخترق، بدستور 2008. المواد الحمد لله أنا لست رجل قانون، ولكن نعم. الإخوة المطلعون يعلمون بأن الدستور لا يحترم، هو فيه أشياء حقوق الإنسان وحقوق المواطنة وحرية الرأي وحرية التعبير وهالشيء، لكن حفظ على ورق. ألقى مع السجن ياما قومينا ياما حكمنا، الناس راهي مريضة في السجون، مشلولة الأيادي، تعاني منذ 27 سنة أو أكثر. يعني هذه ليس الجزائر شهداء، الجزائر عظيمة بتاريخها وعظيمة برجالها. نحن نتمنى وندعو ونطالب مؤسستين هاتين، أي مؤسسة الشعب ومؤسسة الجيش الوطني الشعبي، لأنه في الأخير جيش وطني شعبي، يعني شعبي، إحنا كلنا شعب، أن نتحلى بنكران الذات، وأن لا تكون لنا حب الزعامات أو حب الظهور. هذه الأمور ما تبنيش دولة عظيمة. للأعداء راهو يتربصوا بالجزائر، احنا لازم الشعب يتوعى باش ما يكسرش الجيش الوطني الشعبي، ولازم الجيش الوطني الشعبي يتوعى ويساند الإرادة الشعبية، لأنه ابن الشعب، هو سليل جيش التحرير الوطني. يعني لكن الجيش يعني في واجهة، والشعب في واجهة أخرى، والمؤسسة العسكرية أيضا هي في واجهة أخرى، أليس كذلك أستاذ عبد القادر غازي؟ والله احنا لما نقول الجيش، احنا نقول قيادة الأركان هي التي لها القرار، وعلى رأسها القائد صالح. احنا سبق لي وقلت أستاذ عبد القادر، هي التي فرضت القرار، هي التي أصبحت وبينت أنها هي الآن صاحبة القرار، وكأنه تقلص يعني مكان آخر. تسمعوني جيدا؟ والله نعم، والله الأخت الكريمة والشعب الجزائري العظيم، هي بالحقيقة هذه المشكلة هي مشكلة حتى من قبل الاستقلال. يعني الفكر العسكري والفكر المدني، احنا إذا كان الجيش الوطني الشعبي يعني بغي يلتزم بالدستور، هو مكانه ومهمته يعني ظاهرة لا غبار عليها، عليه أن يقوم بأمن والدفاع عن الوطن. نعم. أما السياسة احنا كيف المادة 87 تقول مصدر السلطة هو الشعب. يا أخي الكريم، إن كنت تؤمن بهذا الدستور وتريد أن تحترم هذا الدستور، أعط السلطة للشعب، الشعب يختار ممثليه. هذه مادة أخرى، الشعب حر في اختيار ممثليه. إذا كان حبينا نبنيه دولة القانون ودولة العدل ودولة المؤسسات ودولة الحريات وفي الإعلام في التعبير في فتح المجال لتأسيس الأحزاب، حرية الإعلام،
يعني لازم مرحلة انتقالية من الفكر القديم، النمط القديم، لغة الخشب، لغة الحديد، لغة الاستئصال، لغة الإقصاء. الجزائريون هم يعانون منذ سنة 1830 من دخل الاستعمار وإلى غاية اليوم، والجزائريون يضحون وما ننسوش قوى الذين استشهدوا في قوارب الموت عبر البحر، ما ننسوش ضحايا التسعينات، ما ننسوش ضحايا 5 أكتوبر 1980، ما ننسوش ضحايا الربيع الأمازيغي. واضح. هذه كلها مسيرة حرية وكرامة. نعم، هذا هو هدف الشهداء. نعم. وهذه هي اللي تقطع رأس العربي بالمهيدي الله يرحمه في المقسالة. نعم. أنا لما نتفكر أستسمحك أستاذ عبد القادر غازي، معذرة على المقاطعة أستاذ عبد القادر غازي، ابقى معنا إذا سمحت. الآن نتابع، أدعوك أدعو المشاهدين الكرام إلى متابعة جنازة المرحوم الدكتور عبد كمال الدين فخار الذي توفي في السجون بعد أيام وأشهر من إضرابه عن الطعام. الآن نتابع مراسيم الجنازة ثم نعود. جنازة الساحة الحمادية تزعلوا، جنازة الساحة الكبيرة، جنازة الساحة الكبيرة، جنازة الساحة بعد ان شاء الله يا توت يا توت
لا ودي غنوا على ما ينوي الزوج صباح صباح زوف لك صباح شباطينا أبامو غساقين وصدر ضمن الدكتور كمال دين فخار عبا سيدي مومو تريست لنرو تروفي فاس أدي ميليتون أنكور كي سون بوسي على مور بار ان بوفوار مافيو ان بوفوار كي نا با دو كونسيديراسيون بور لا في هومان ان بوفوار كي كونستروي جوستومون tout son pouvoir sur la répression et sur la violence. J'appelle la population en général à se mobiliser, à continuer à se mobiliser justement pour faire face à ce pouvoir jusqu'à ce qu'il parte, jusqu'à tout son système et ses symboles partent et pour que vive l'Algérie libre, libre et démocratique. Merci. بدلا سانشان وقت تسقع بدلا سانشان الآن تتواجد هنا حرم الراحل معطوب للناس السيدة نادية المعطوب حرم الراحل معطوب للناس هنا في جنازة الدكتور كمال الدين فخار الدكتور الجزائر
وكي ذا رقاد اخي حب ربي اخر رحم ربي يوكس البام كومبا كيف كيف
إذن كانت هذه مشاهدينا وقائع جنازة المرحوم الدكتور الناشط الحقوقي الدكتور كمال الدين فخار، الجنازة في الجزائر العاصمة. أعود إلى ضيوفي الكرام الأستاذ الدكتور مقران الأخضر، ومعي أيضا الأستاذ جمال الدين عفار الناشط السياسي معنا من باتنا. أرحب بجمال عفار. بداية أستاذ جمال عفار، كلمة في حق الدكتور كمال الدين فخار. اليوم الجنازة، كنا نتابع وقائع الجنازة نقل مباشر من الجزائر العاصمة. هو ضحية تضاف إلى ضحايا السلطة القمعية، يموت في هذه الظروف وفي هذا الوضع الذي تعيشه الجزائر من تضييق للحريات وتضييق على الحقوقيين. كيف تصف هذا الوضع وكلمة في حق هذا الرجل المرحوم؟ تحية إليك أخت سمية وإلى ضيوفك الكرام وإلى كل مشاهدي قناة المغاربية. نحن في البداية نترحم على روح الفقيد كمال فخار، ونندد ونستنكر الطريقة التي اغتيل بها. فنحن نعتبر الطريقة التي قتل بها هي طريقة جبانة، وهذا دليل آخر على أن العصابة لا زالت متحكمة، وعلى أن العصابة لا زالت متمسكة. فاغتيال أو الطريقة التي قتل بها الأخ فخار فهي يعني طريقة لا يقبلها العقل مهما اختلفنا معه. فالفكرة تناقش بالفكرة وليس بالاغتيال وليس بالتعدي. فما عاناه داخل سجون العصابة نفس الشيء يحدث للأخ عبد الله بن نعوم، وكذلك للأخ الحاج غرمول. وبالمناسبة عبد الله بن نعوم نحن نعرف بأنه لحد هذه الساعة يعاني، خاصة بعد زيارة المحامين الذين زاروه في السجن وتحدثوا عن حالته الصعبة التي لا زال يعانيها، وكذلك الحاج غرمول. نعم. الذي مجرد شعار، يعني كان من الأوائل الذين شعار أوائل الذين حملوا شعار ضد الخامسة. نعم. فذهبت الخامسة وذهبت الرابعة والنصف وذهب يعني صاحب الخامسة، وغرمول لا زال يقبع في سجن هذه العصابة. أستاذ دعني أوقفك لحظة إذا سمحت أستاذ جمال عفار. أليس بالأجدر بالقائد صالح الذي يدعو للحوار الآن في هذا الظرف الذي تعيشه البلاد وهذا الوقت الحالي، أليس بالأحرى عليه أن يطلق سراح الحقوقيين الذين سج بهم في السجون؟ يعني كلمة حق في حق هؤلاء ممكن أن تمسح كل خطايا هذا الرجل، أليس كذلك؟ نعم، هو نحن منذ البداية لأننا نحن لسنا من المتطرفين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نعم. كنا نثمن الخطوات الحسنة، ولدينا قاعدة أننا نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت. نعم. وبالتالي ليس هناك حسن نوايا. احنا شفنا لما تحدث يعني قيادة الأركان تحدثوا عن الحوار، شفنا بيان الإبراهيمي، شفنا يعني بيان العلماء الجزائريين، شفنا الكثير من الطبقة السياسية سواء في الحراك أو في المعارضة ثمنوا الخطوات، لكن ليس هناك حسن نوايا. احنا قلنا الحوار يسير بحسن النوايا، لا زال هناك سجناء يعني حتى من سنة يعني التسعينات. نعم. لحد هذه الساعة لا زال هناك معتقلون، لا زال هناك اعتقالات حتى أثناء الحراك، لا زالت هناك اعتقالات. نعم. لا زالت هناك غلق للطرقات، هناك استحواذ على المناطق. أنا نعطيك مثال فقط، أنا في مدينة باتنا البارحة يعني خلال هذا الأسبوع يعني رئيس بلدية باتنا هذا الذي يسمى نور الدين ملخسو يعني أجر منطقة يعني ساحة الحرية النصف نتاعها أجروا لأحد المقاولين أو لست أدري يعني يعمل فيها ألعاب نتاع الأطفال. فنحن نندد ونستنكر مثل هذه الأعمال، يعني نستنكرها بشدة، ونقول بأننا نحن لسنا ضد الحوار. نعم. ولكن مع الحوار الجاد والحقيقي
ونطرح تساؤلات عن هذا الحوار. من حقنا أن نطرح تساؤلات. الحوار بين من ومن؟ نعم. وما هي آليات الحوار؟ وما هي أهداف الحوار؟ إذا كان نعرف الآليات ونتحاور مع من والأهداف من الحوار. إحنا الآن لما يتحدث عن الحوار ونشوف لازال هناك اعتقال، لازال هناك سجناء. نعم. أنا أتعجب يعني نقطة مهمة في هذا المجال. الشيخ علي بن الحاج يعني بعد ما ذهب إلى النائب العام في العاصمة يعني قالوا له ما عندك حتى سبب قانوني يمنعك من التحرك ومن الصلاة، لكنه يمنع. هو يمنع البارحة فقط اعتقل. نعم. حتى لما خرج من عند النائب العام في طريق إلى المبدية اعتقل. هذا دليل على أن هنا نحن قبل أسبوعين فقط يعني استدعينا من طرف الشرطة وحقق معنا هنا في مدينة باتنا وجبدونا حتى القضية نتاع المسيرة الأولى. قال لك لماذا خرجتم من المسجد؟ يا أخي لا أحد يمنعنا من أن نخرج من المسجد أو نصلي في الساحة أو نصلي في المسجد. نحن خرجنا لأسباب معينة. لما طرح علينا السؤال يعني ماذا قال الإمام حتى خرج المصلون، قلنا أن هذا الإمام والكثير من الأئمة اللي ما زالوا تابعين محمد عيسى ولم يتحرروا من العبودية، أنا أقول لم يتحرروا من العبودية، الكثير من الأئمة لا زالوا لحد هذه الساعة يطبلون للسلطة، مثلهم مثل بقية المؤسسات كالمؤسسة الإعلامية كالمؤسسات الإعلامية وغيرها. هؤلاء احنا شفنا بداية الحراك يعني وبداية التحرير، نستطيع أن نسميها بداية التحرير، كان الإعلام على الأقل يعني أرادوا أن يعني يقتدوا بالمغاربية، كانوا يعني منذ الصباح خاصة الجمعة بعد الساعة 9:50 يعني كان هناك صور حقيقية مباشرة الآن وكأن شيء لم يحدث. لكن نحن نقول لهم لم نعتمد على إعلامكم منذ سنوات طويلة، عندما كنتم تشيتون ليل نهار لهذه العصابة، لما كنتم تشيتوا لسعد بوتفليقة وجماعة بوتفليقة احنا كنا نتكلموا وكنا نعبروا، والآن لا، لسنا في حاجة إليكم. الشارع يتحدث في الميدان ولا يحتاج إلى إعلامكم. نعم. فنحن بإذن الله تبارك وتعالى الحراك رفع شعارا هاما ومهما، وهو أنكم سرقتم الماضي والحاضر، لكن لن نسمح لكم بسرقة مستقبل هذه الأمة. نعم. هذه الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع. نعم، ابقى معنا إذا سمحت الأستاذ جمال عفار. أعود لضيفي الأستاذ مقران الأخضر. أستاذ مقران الأخضر، كنا نتابع بعد قبل قليل جنازة المرحوم الدكتور كمال الدين فخار، أحد ضحايا السلطة القمعية، السلطة البوليسية، هذا النظام الفاسد الذي نادى الشعب الجزائري منذ 22 فبراير بتنحيه وتنحيه من الجذور. كلمة في حق هذا الدكتور وحق الحقوقيين المساجين والمساجين الرأي الذين ما زالوا يقبعون لسنين في سجون الدولة الجزائرية. اليوم يعني لما نتفكر يعني السنين اللي كنت فيه مع دكتور كمال الدين فخار كنا مناضلين، يعني نقدر نقول باللي راه شهيد الحرية، راه شهيد، وبالنسبة لي إلى يوم الدين يعني نقدر نقول باللي من المناضلين يعني البارزين يعني اللي ناضلوا من أجل الحرية بدون تمييز وبدون هواده. يعني صراحه يعني حتى اليوم راه كما يقولوا راه ضحى بروحه، يعني اليوم دليل انه النضال يقدر يلحق الانسان الى يعني القتل. انظن باللي السلطه القائمه تتغذى من العنف منذ اخذها لزمام امور هذا البلاد من 62 بالعنف يعني، وتتغذى بالعنف، واليوم كل ما يعني يقابلها
هذه السلمية الحضارية للحراك هذه هي اللي زعزعتها وما عرفتش كيف تتعامل معها. إذا نظن باللي الدولة البوليسية ما هوش وقتها، الدولة العسكرية راه رافضها الشعب الجزائري، والممارسات البوليسية والقمعية مسرح ترخي. يعني احنا كما نقولوا استاذ المقال الاخضر معذرة على المقاطعة، ما زالت تصور تلاحق تأتينا على المباشر الآن جنازة المرحوم، استسمحك لنتابع معا مشاهدينا هذه الوقائع ونعود مع ضيوفي الكرام. ضحايا تعطي صورة غير مشرفة للجزائر. هذا ليس أول فقيد، تمالت محمد مات في نفس الظروف منذ فترة زمنية، يعني نتيجة إضراب عن الطعام. على هذه نتمنى أن هذا أن يكون هناك تحقيق حقيقي في الموضوع. السلام عليكم. شكرا أستاذ مسلم شريف. كان هذا مشاهدينا الناشط الحقوقي المحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي. أعود إلى ضيفي الأستاذ مقران الأخضر، معذرة على المقاطعة أستاذ مقران الأخضر، كنا نتابع تصريحات المحامي مصطفى بوشاشي. تفضل أستاذ مقران. يعني كنت نقول برك باللي مش هذه الممارسات التعسفية أو الضغط أو يعني التهجمات على المناضلين وعلى كل المواطنين الأحرار اللي راحت يعني تقلل أو تحبس هالعزيمة. نظن باللي إذا كان فيه ضرب ناخذوه، ما هذا يعني وفاة دكتور كمال الدين فخار، أنه البارح الشعب الجزائري برهن بالتضامن تاعو ونبدد بهذا الاغتيال نقدر نقول، وطالب باش يكون فيه فتح تحقيق يعني هالممارسات، وحتى ما يزيدش تعاود تصرف في بلادنا، لان قبل كل شيء هي الصوره نتاع بلادنا اللي تشوهت اللي امام الراي العام العالمي خاصه. اذا المطالبه بديهيه ب يعني رفع الحصار على الشعب الجزائري، ويعني اخراج كل المساجين السياسيين، كل يعني المناضلين اللي راهم في سجون يعني هذا النظام القائم. نظن باللي بالضغط يعني مواصله الضغط الشعبي هذا، نظن باللي نلحقوا للدوله المدنيه اللي رانا نتخيلوها واللي رانا حابين ناسسوها في بلادنا، ونظن باللي هذا راح يساهم باش نبنيو دوله الحق والقانون. أستاذ مقران الأخضر، أعود إلى ضيفي الأستاذ جمال عفار. أستاذ جمال عفار، تقييمك للجمعة الرابعة من رمضان والجمعة الخامسة عشر من عمر الحراك الشعبي منذ 22 فبراير، كيف ترى الآن العزيمة التي وصل إليها الشعب الجزائري، الإصرار الذي وصل إليه، فعلا برهن مرة أخرى بأنه مثابر على رأيه وواقف وصامد على رأيه رغم تعنت السلطة، رغم مناوراتها، رغم استفزازاتها أيضا؟ ماذا تقول أستاذ جمال؟ والله مراهنات النظام دائما خاسرة وخاطئة، لقد راهنوا على أن الحراك سيفشل في رمضان بسبب الصيام وربما الجو والحرارة، ولكن ما رأيناه في الواقع وفي الميدان عكس ذلك تماما. فالبارحة فقط يعني كان الجو نوعا ما يعني ساخن، فكانت قوة كبيرة. نتحدث هنا على ولاية باتنا، نعم، كبيرة، وزاد الحراك، يعني أصبحت تشارك فيه كل الفئات من النساء والشيوخ والأطفال، صدقيني عائلات بالآباء والأمهات والأبناء يخرجون يحضرون فطورهم عند الصباح ويخرجون بعد صلاة الجمعة. فالنظام راهن على هذه، ولكن الشباب والشاب تمسك وسيتمسك، والشيء يعني الرائع في هذه المسيرات دائما الكل يدعو إلى السلمية والمحافظة على السلمية، لأن هذا النظام يراهن دائما على العنف الذي تربى عليه، ولكن نحن نحاربه بالسلمية ونحاربه بالإيجابية ونحاوره بالسلاح
الذي تربى عليه الشعب الجزائري وهو الحوار والسلمية. فنحن بإذن الله تبارك وتعالى سنواصل سنواصل يعني حراكنا وسنواصل الطريقة حتى إسقاط المنظومة العصابة كلها بإذن الله، وتحقيق الهدف المنشود وهو بناء دولة مدنية حقيقية وفق مؤسسات شرعية يختارها الشعب ويبنيها الشعب الجزائري بإذن الله تبارك وتعالى. نعم نعم، ابقى معنا استاذ جمال عفار اذا سمحت، ابقى معنا. سادعوك وادعو المشاهدين الكرام الى متابعه بعض مشاهد المسيره من مختلف ولايات الوطن ثم نعود. كنا إذا مشاهدينا نتابع بعض مظاهر المسيرات من مختلف ولايات الوطن، مسيرة حاشدة وكانت مطالب واضحة ومطالب كلها تكون في مغزى واحد وهو عدم بقاء هذا النظام. أعود إلى ضيفي الأستاذ مقران الأخضر. أستاذ مقران الأخضر، قبل مغادرة الدكتورة حكيمة صبيحي لنا في هذه الفقرة كانت تحدثت عن الوعي الذي وصل إليه الشعب الجزائري، السلمية، الوعي، التحضر، قمة في هذا التحضر والمسؤولية أيضا والسلمية. أستاذ مقران الأخضر، إذا تحدثنا عن الخوف الذي كان قد غرسه النظام الجزائري في العقود الماضية في الشعب الجزائري وتخويفه بالعشرية الدموية، يعني الآن الشعب أصبح واعيا، أصبح مسؤولا، أصبح قادرا على أن يوصل يعني صوته للعالم بأسره بأن نعم نحن من نحقق السلطة أو الدولة الجزائرية ونحن من نختار يعني من يحكمنا. والشعب الجزائري برهن في عدة مناسبات على
مر التاريخ انه حر وما يتقبلش اي طغيان مهما كان داخلي او خارجي، وهو صبور لكن ما يتقبلش انه يعني تنحي له حريه تاعه. اذا التنميه الحضاريه الابداع يعني النضج العالي يعني السياسي يعني البرهان العالم اجمع انه يعني يعرف صلاحه يعني يتمسك بزمام اموره وانه ما يحب لبلاده الا الخير في يعني هذا الشعب يعني يواجه في نفس الوقت سلطه راهي خارج مجال التغطيه يعني سلطة هاملة سلطة عبثية سلطة نقدر نقول يعني يعني بعدها التاريخ أنظر باللي كل جمعة هذه هي من يوم كان الحساب صحيح من يوم 22 فبراير البرهان راه على أرض الواقع وأنظر باللي الإيمان الشعبي بأنه هذه المرة هذه يعني راح يكون فيها لا محال يعني نتيجة أو فوز الشعب واسترجاع السيادة نتاعه هذا اللي خلى أنه هذا الصدى نتاع صوته يبقى قوي ويكون عنده واضح يعني أهميته. نعم أشكرك جزيل الشكر أستاذ الدكتور مقران الأخضر النشيط الطبيب والناشط السياسي، شكرا جزيلا لك على بقائك معنا في هذه الفقرة، كنت معنا من الجزائر. عودنا ضيفي الأستاذ عبد القادر غازي. أستاذ عبد القادر غازي، إذا تفضلت يعني كلمة في حق المرحوم الدكتور كمال الدين فخار وكلمة أخيرة في الحراك الشعبي في جمعته 15. أختي الكريمة أخي المشاهد، لا يسعنا إلا أن نترحم على الدكتور كمال الدين فخار، هو أحد ضحايا الحرية والكرامة، هو مواطن جزائري، هو ناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان وعن حقوق المواطنة مثل الذين سبقوه الأخ محمد تامر تولى. قلنا قبيلات بالجزائري الجزائر الشعب الجزائري منذ سنة 1830 والضحايا وحنا اللي ندعو الرب سبحانه عز وجل في هذا العشر الأواخر في شهر سيدنا رمضان الله يهزم الظالمين، الله يولي هذا البلد ناس خيرين ناس مخلصين ناس صادقين ناس يحبون هذا الوطن إن شاء الله. أما أخونا كمال الدين فخار فسيضاف اسمه مع من سبقوه من الشهداء ومن الجزائريين الأحرار ونعز عائلته ونعز شعبنا كامل، تضحيات مستمرة والحراك إن شاء الله هو مكسب يعني وطني الشعب الجزائري على كلمة واحدة في داخل الوطن وفي خارج الوطن. تسمحي لي الأخت سمية نوجه تحية أخوة ومحبة ونضال لأبنائي وإخواني في مدينة بشار، الحقيقة هم يقومون بأعمال جبارة في كل جمعة، فطور جماعي، هناك مسرحيات، هناك معارض يعني التوعية والتحسيس. الحمد لله شباب الجزائر اليوم هو مثل أعلى، فليفسح له المجال يعني للإبداع للابتكار. الجزائر عظيمة لديها أدمغة في الخارج يفيدون دول خارجية وشعوب أخرى وبلدهم مستحق لأدمغتهم لمعرفتهم. يعني والله عندكم في بريطانيا أختي الكريمة كاين جزائري يعمل في قاعدة عسكرية في مخبر، كنت تابعت هذا الشريط هذا ونتاع هجرة الأدمغة الجزائرية للخارج، اللي كان قال الصحافي ذاك اللي كان يدير مع الحوار قال له لولا مكانتي وعلمي في هذه الوظيفة لما دخلت أنت هنا هذا المكان لا يدخله حتى بريطانيون يعني مسؤولون.
نعم. عندنا اختصاصيين، عندنا أساتذة، عندنا دكاترة. نعم. ما ينقص هو الصدق والإخلاص. نعم. والوفاء. وربي سبحانه وتعالى يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. شكرا. رمضان كريم للشعب رمضان الجزائري كريم. ندعو إلى فك وأسر وإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء حرية الرأي والتعبير والناشطين الحقوقيين وكفانا من الحسابات الشخصية. أشكرك. الجزائر. نعم. للجميع والجميع للجزائر. حياكم الله. حياك. والسلام الله. عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد القادر غازي الناشط الحقوقي. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بشارة. عود إلى ضيفي الأستاذ جمال عفار. أستاذ جمال عفار، كلمة أخيرة في الحراك في ما يحدث الآن في الجزائر. أستاذ كمال معنا. جمال عفوا. نعم. نعم. والله نعم. والله نحن ما نتمنى فقط، نطلب من كل شبابنا ومن كل أبناء الشعب الجزائري أن يواصلوا هذا الطريق السليم، طريق الحراك الذي حرر وسيحرر الجميع بإذن الله تعالى. فنحن نواصل سلميتنا وحراكنا، ولن ننظر لا إلى الذباب الإلكتروني ولا إلى الذباب الميداني. فنحن لنا هدف واضح ولنا مبادئ واضحة، ونحن نعلم ومتيقنين يقينا بأن الجزائر للجميع. الجزائر للجميع إلا من أقصى نفسه. ولذلك نحن سنواصل الطريق، والثورة التي تتوقف في منتصف الطريق ستنهزم لا محالة. وبالتالي نحن ماضون في حراكنا، لقد راهنوا على شهر رمضان، ولكن رمضان لم يزدنا إلا قوة وصبرا وثباتا، ونحن صابرون وصامدون وللحراك مواصلون حتى تسقط العصابة وأتباعها جميعا، وحتى نحقق أهداف الأمة الجزائرية، وهي دولة العدل ودولة المؤسسات ودولة الشرعية بإذن الله تعالى. وكذلك أقول لكل يعني الشباب الجزائري وفي كل الولايات أن يحافظوا على السلمية والتأطير والتنظيم والمواصلة. وأقول لكم رمضان كريم لكل الجزائريين والجزائريات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزيل الشكر أستاذ جمال عفار الناشط السياسي، شكرا جزيلا لك على المداخلة، كنت معنا من باتنا. مشكورين جدا ضيوفي الذين شرفونا بمداخلتهم في هذه الفقرة من التغطية الخاصة المتواصلة. أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. التغطية ما زالت متواصلة مع الزملاء، فابقوا معنا. الآن حان وقت إقامة الصلاة على الراحل المغتال الدكتور كمال الدين فخار. نرجو رفع اللافتات. ماشي الله، بارك الله فيكم. صلاة الجنازة تظل بدون استقبال لافتة، جزاكم الله خير.
نستقبل القبلة قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حمك سليك الذي تبارك الله فيكم لأداء صلاة الجنازة على الفقيه. نجدد التنبيهات، نرجو من الجميع التوجه إلى مكان الصلاة، وأن عاود أن نجتنبهات تنبيهات للسير الحسني لهذه الجنازة على فقيهنا الدكتور فخار كمال بن محمد. نرجو من الأحبة الأعزاء، هناك تنبيهات مهمة حرصا على السير الحسن لموكب الجنازة، نرجو من الجميع تكرما والحمد لله.